تم هي الو حاضرة معنا اليوم، ونحكيو على المرصد الوطني الرياضة، ونحكيو على عديد الأنشطة ونشاط هام هذا الأسبوع. أونكور أون فوا يعطيك الصحة ثريا. كما قلت أنت، المرصد الوطني للرياضة في الأشهر القليلة اللي تعداو خدمنا أون كولابوراسيون إتروات مع وزارة الصحة ومع المنظمة العالمية للصحة. وعندنا نهار الأحد، وذي نستدعى فيها العائلة الرياضية والعائلة التونسية المكبرة، اليوم اللي احنا سميناه فاميلي موفا، علاش بديت بالعائلة ككل. اليوم هذايا هو الاوكازيون باليوم العالمي ضد التدخين اللي هو 31 ماي. دونك احنا باش نعملوه اليوم هذا نهار 28 ماي، يوم وطني رياضي. السلوغو نتاعو لطف عليكم، الدخان ولا التدخين دي والحركه دواء. يعني كيفاش بالسبور نجموا نبعدوا على الدخان. واليوم هذا راهو علاش سميناه يوم وطني، على خاطره في ال 24 ولايه بالتنسيق كما قلت مع وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، نشاطات رياضية. يعني العائلة التونسية الكل نهار 28 ماي باش تخرج في كل ولاية عنده بلاصة ينجم يلقى فيها. وهذا احنا عملنا ان كيو ار كود، ينجم يدخل على الكيو ار كود بور سانسكريغ باش يسجل هو، يسجل عائلته ويعرف المكان بالذات اللي باش يمشي يعمل فيه، باش يلقى احتفالات، باش يلقى. خلينا نبعدوا شوية على الرياضة والمشاكل الرياضة، ما نحكيش روعة على الرياضة الفردية ورياضة الأبطال اللي ديما مشرفينا. أما نحبوا نظهروا زادة دور آخر للي ستركتور سبورتيف، للوزارة وللمرصد وللي شغالين في العالم الرياضي بصفة عامة.